لمعرفة ما يجعل مدينة كبرى تعمل، عليك النظر إلى ما هو تحت المظهر الخارجي واستعراض قوتها الحياتية السرية. نظام معقد وتكنولوجيا يعتمد عليها الملايين، لكن قلة يفهمونها. ستبدأ الآن رحلة مذهلة، رحلة إلى الداخل، إلى عالم المدن العملاقة. على شواطئ بحر العرب وفي منطقة من صنع الإنسان تقع جوهرة التاج الهندي، مدينة مومباي التي كانت تدعى بومباي في الماضي وتشكل أكبر مدينة في الهند. بنيت مومباي على عدد من الجزر، اندمجت لتصبح جزيرة واحدة تكتظ بالسكان وتضربها الأمطار الموسمية. في مساحة لا تزيد عن مساحة بربادوس يقطن عدد من السكان يفوق عدد سكان اليونان، ولا يزال العدد على ازدياد. للعيش في هذا البحر من الناس فإنك بحاجة إلى طرق حيوية من الإسفلت والفولاذ. تعتبر المواصلات العامة العضو الحيوي في هذه المدينة العملاقة. لا يمكن للمدينة العيش من دون حافلات وقطارات، ولكن هذا النظام الدوري يعاني من مشكلة. في عام 2020 سيصل عدد سكان مومباي إلى 28 مليون نسمة، وتصبح بالتالي أكبر مدينة في العالم. وكي لا تصاب بالشلل تحتاج مومباي إلى عملية جراحية جذرية، لكن هذه العملية لن تكون سهلة. تقع المشكلة في الجغرافيا، فتسير القطارات من الشمال إلى الجنوب بين الضواحي ووسط المدينة على خطين، السكة الغربية والسكة الوسطى. كل يوم يقوم أكثر من 200 قطار بألفي رحلة على طول 300 كيلومتر. ينقل على متنه في الكيلومتر الواحد أكثر من أي سكة حديدية في العالم. نظام مثقل جداً. للتخفيف من هذا الازدحام أطلقت مومباي أكبر ورشة عمل عامة في تاريخها. طرق مرتفعة، أول طريق من طبقتين في الهند لتحويل مسلك القطارات المكتظ في الأسفل، وجسر يعبر فوق البحر على طول 4 كيلومترات لم يبنى مثله في مومباي لتحويل الطرق المزدحمة، ومدينة عالمية جديدة تماماً، أكبر مدينة مسبقة التخطيط. سيتطلب المشروع آلاف الأيادي العاملة بتكلفة تصل إلى مليارات الدولارات، لكن هل سيصل مستقبل مومباي في الوقت المناسب لإنقاذ السكك الحديدية؟ كل يوم 88% من المسافرين يستقلون المواصلات العامة. وحدها القطارات تنقل 6 ملايين شخص، ما يوازي عدد سكان فلسطين المحتلة. في أوقات الذروة يصل قطار جديد كل 3 دقائق. صممت القطارات لتستوعب 1700 راكب، لكنها تنقل 3 أضعاف هذا العدد، لدرجة أن هذا الاكتظاظ منح السكة الحديدية اسمها الحمل المزدحم القاهر. شعرت سوريكا ياداف بهذا الاكتظاظ مباشرة، وشهدت على أولى المحاولات للحد منه. فمومباي من بين قلة من المدن في العالم تسير قطارات للنساء فقط. افتتح العمل بالخاص بالنساء عام 1992 لتسهيل تحرك النساء العاملات وإبقائهن بعيدات عن الحمل المزدحم القاهر. في عام 1999 قررت سوريكا الانتقال من الجلوس في الحجرة إلى الجلوس في غرفة المحرك. إنها أول أنثى تشغل المحركات في آسيا. بعد 10,000 رحلة تتحضر سوريكا للمباشرة بأول رحلة لها اليوم. يبدو الأمر بسيطاً، لكن يداي، قدماي، عيناي وأذناي، كل حواسي يجب أن تبقى متيقظة طوال الوقت. إن توقف أحد المحركات فمن الممكن أن تقع الحوادث. وهذا ما يحصل فعلاً. يموت العديد من الناس على هذه السكك يومياً. عندما تقود القطار تبقى سوريكا منشغلة تماماً،
يد على مقبض السرعة وأخرى على المكابح. تسمى هذه التقنية نظراً لأسوأ ما قد يحصل مقبض الرجل الميت أو الدواسة. إن حدث شيء لمشغل المحرك، إن فقد وعيه أو ما شابه وترك المقبض، يتوقف الجار مباشرة وتعمل المكابح الاحتياطية ويتوقف القطار. كتدبير أمان آخر، يعمل على السكك الحديدية شرطي سير، ينظم حركة قطارين يسيران على السكة نفسها، ويسمح لمشغل المحرك أن يحسب الوقت على السكة الحديدية، حيث أن كل ثانية مهمة. نتوقف لعشرين أو ثلاثين ثانية ثم نغادر. علينا الانطلاق في هذا الوقت لأننا نتبع جدولا زمنيا محددا، وإلا فلن نصل إلى المحطة التالية في الوقت المناسب. مع فارق زمني يصل إلى بضع دقائق بين قطار وآخر، فإن أي تأخير يعيق العمل على الخط كله. لتبقى سوريكا ملتزمة بالوقت، عيون بشرية تتعقبها على طول السكة الحديدية، نسخة مشابهة لبرج مراقبة حركة الملاحة الجوية. مثل نظيرتها الطائرة، يبقى البرج على اتصال دائم بمشغلي المحركات. اليوم تراقب سوريكا الغرفة المركزية لمراقبة حركة القطارات. على جدار كامل توجد خريطة إلكترونية تعرض حركة كل قطار في النظام بالتوقيت الحقيقي. يشير الخط الأحمر إلى وجود قطار، والخط الأخضر إلى طريقه. في ساعة الذروة في النظام الغربي يتحرك 409 قطارات على 4 خطوط. إن تأخر قطار في نظامي فسيؤثر على القطارات الأخرى. لنفترض أن خطبا ما حدث للقطار الأول يحصل كما في الدومينو. بصفته المسؤولة عن غرفة المراقبة على بروناي براباكا، أي يمنع وقوع حجارة الدومينو. من هذه الغرفة ننقل نحو 3 ملايين شخص يوميا. هذا هو الخط الحيوي للمدينة، لا شك في ذلك. إن أصيب الخط الحيوي فإن المسافرين سيتعثرون. هناك تقريبا 4500 شخص على متن القطار، لذا أوقفته لأن العدد كبير جدا، لذا وجب اتخاذ قرار سريع لمصلحة النظام. يتخذ القرارات المسؤول عن غرفة المراقبة، مثل مراقب حركة الملاحة الجوية. تصل إليه المعلومات سيل من المسجدات من مئات مشغلي المحركات ومدراء المراكز. إنه الرجل الوحيد الذي تصله الصورة كاملة. في الماضي كانت الصورة مشوشة. قبل الخريطة الإلكترونية كانت المعلومات تصل من مدراء المحطات إلى المراقب عن طريق الهاتف عند مرور كل قطار. كل دقيقة يتلقى المراقب عشرات المعلومات عن تحرك القطارات، والنتيجة تكدس للمعلومات، ما يطلق نظام إسناد واسعا وكابوسا من التواصل. الآن يمكن للمراقب أن يتحدث إلى مئات مشغلي المحركات بكبسة زر. هكذا يتسنى لهم الوقت لاتخاذ قرارات صائبة وللتحرك بسرعة أكبر. يعلمون مشغل المحرك إن كان متأخرا لكي يسرع. القطار أشبه بصورة مصغرة عن مومباي. عدد كبير من الناس في مساحة صغيرة من دون وجود وقت كاف. إنها وصفة مأساوية. كل يوم في هذا النظام المنهك تتصادم التكنولوجيا واليأس، ما يؤدي إلى نتائج كارثية. يسعى الركاب والسائقون لكسب الوقت فيخاطرون بحياتهم. كل سنة في مومباي يموت 3500 شخص على خطوط السكك الحديدية بمعدل 10 أشخاص يوميا، ويصاب المئات. كنت واقفا على منصة قطار دادار منتظرا عندما دفعني أحدهم من الخلف. وقعت مباشرة على السكة ورأيت القطار متوجها نحوي. عندما رأيته ركضت فورا، لكن القطار كان قريبا جدا ودهسني. مرت فوقي 8 مقطورات.
خسر جاينث فساني قدما ولم يكن المخطئ، لكن آلاف الضحايا يسلكون عمدا طريق الأذى. ليس هناك سياج يعزل السكك، يمكن لأي شخص أن يعبرها من أي مكان. أكثر من 7 ملايين شخص في مومباي يعيشون في أكواخ قرب السكك الحديدية. بالنسبة إليهم يعتبر عبور هذه السكك مثل عبور الشارع، إلا أنه أكثر خطورة. إن هذا ربما أسرع بدقيقة، وتوفير دقيقة قد يتسبب بخسارة حياتهم. في كل محطة هناك جسر يسمح للمشاة بأن يعبروا بأمان من جهة إلى أخرى. بعضهم يستخدمه والبعض الآخر لا يفعل. لا يوجد شخص في مومباي لم يشهد حادثا مماثلا. تحدث مثل هذه الحوادث في كل مكان، مع ذلك لا يزال الناس يتدافعون. وكذلك القطارات في مومباي، حتى الموت موجود على الجدول الزمني. عندما يقع حادث نشعر بالأسى، لكننا لا نوقف القطار، لأنه على المسافرين الآخرين أن يبلغوا وجهتهم. إن اللافتات المحذرة من عبور السكك غير نافعة. الحياة في مومباي محمومة، كل دقيقة ثمينة، لذا يستمر الناس بالركض كل يوم. الوقت هنا أثمن من الحياة. في هذه المدينة العملاقة تعتبر السكك الحديدية خطرة، لكن القطارات آمنة، فهي الأكثر أماناً في الهند. فلم يتحطم أي قطار منذ وقت طويل، لم يقع أي حادث، فكل قطار مجهز بمعدات إلكترونية لضمان الأمان. هذا يدعى نظام الإنذار الإضافي، إنه أشبه بمساعد طيار آلي يتفاعل مع نظام الإشارة لمراقبة سرعة القطار وتجنب الكوارث. قرب كل إشارة هناك جهاز إرسال مزروع في السكة، ومع تغير الإشارة يتغير التردد على جهاز الإرسال. حالما يمر القطار فوقه يتحقق الجهاز من سرعته في مقابل لون الإشارة، ثم يرسل الجهاز تردده إلى نظام الإنذار الإضافي. إن كان القطار يتحرك بسرعة أكبر بالنسبة إلى إشارة صفراء، أو اقترب من السير إلى إشارة حمراء، فيقوم نظام الإنذار الإضافي بتحذير السائق أو يوقف القطار. سيتم استخدام نظام أكثر تطوراً لتفادي الحوادث، وهو الآي سي دي أو الأداة المضادة للاصطدام. معالج مصغر متصل بنظام تحديد المواقع العالمي على سطح القطار. يطلع نظام تحديد المواقع العالمي المعالج المصغر على موقع القطار، بعد إذن يبلغ عن الموقع جميع القطارات الأخرى الموجودة ضمن قطر قدره 5 كيلومترات. إن اقترب قطاران من بعضهما على السكة نفسها، فسيرسل الحاسوب رسالة لتشغيل وحدة المكابح الاحتياطية ليتوقف القطار. نظام الإنذار الإضافي اختراع جديد لرجرام بوجي، يخاطر بنفسه ليثبت أنه نظام ناجح في مومباي. يوجد قطار متوقف هنا، سترى قطارا يقترب من المحطة. وسأقف في الوسط لأني أثق بأن نظام الإنذار الإضافي سيوقف القطارين. إن ثقة بوجي في محلها، أوقف نظام الإنذار الإضافي القطار أوتوماتيكيا على سكة مكتظة. سيوقف نظام الإنذار الإضافي القطارات وهي بعيدة أكثر، إلى مسافة تصل إلى 100 متر. في السنوات الأربع المقبلة سيتم تركيب 35,000 وحدة نظام إنذار إضافي في مختلف أنحاء الهند، ومن ضمنها قطارات مومباي.
لن تخفض هذه التقنية عدد الحوادث فقط، بل ستزيد القدرة الاستيعابية. بوجود هذا النظام يمكن لضعف عدد القطارات الحالي أن يسير على السكة نفسها. يمكن تقليص الفارق الزمني في حركة القطارات ليصل إلى 90 ثانية، ما يعني 40 قطارا في الساعة في كل محطة وعلى كل سكة. هذا ما نعنيه بساعة الذروة. تستخدم مومباي التكنولوجيا لتبقى سككها مفتوحة والقطارات متحركة، لكن هذه المدينة العملاقة عاجزة أمام قوة واحدة: الأمطار الموسمية. من شهر حزيران يونيو إلى شهر أيلول سبتمبر يتساقط أكثر من مترين من الأمطار. كل صيف تهطل الأمطار بغزارة، وتفيض هذه المدينة المنخفضة وتغرق السكك الحديدية وتتعطل القطارات. تتوقف مومباي تماما. تقوض المياه السكك الحديدية، صدأ، مياه جارية وأنهر من الركام. عندما تجف مومباي يتحقق فريق العمل من النظام، وتبدأ أعمال الصيانة التي لا تنتهي على طول 300 كيلومتر من السكك الحديدية الهرمة. يكمن التحدي في إصلاح نظام الترانزيت الذي لا يتوقف أبدا، والذي يعاني من البلاء والتمزق أكثر من أي سكة حديدية أخرى. يمر قطار كل 3 دقائق على هذه السكة. أروناندرا كومار هو مدير صيانة السكك الحديدية. كل يوم أحد يوقف العمل على جزء من السكة ليتحقق منها، وكأن الأمر أشبه بفحص طبي. يدعون الأمر الإغلاق الضخم. أكثر من 200 عامل من مختلف الأقسام يحضرون للقيام بكثير من العمل في وقت قصير. يتحققون من كل شيء، من الأسلاك إلى العارضات الخشبية، من اللافتات إلى السكك. مثل كل عمليات الصيانة يتضمن الإغلاق الضخم صورة أشعة. مع الوقت تتشكل شقوق صغيرة في السكك، وعندما تكبر هذه الشقوق تتسبب بخروج القطار عن سكته. لاكتشاف هذه الشقوق يستخدم فريق عمل كومار آلة ما بعد الصوتية لاكتشاف الشوائب. الأمر أشبه بصورة أشعة سينية للسكك، تمسح الموجات ما فوق الصوتية المعدن وتنتج صورة إيكوغرافية. إن وجدوا شقا يقومون بإصلاحه، وذلك بنسع السكة التي تعاني من خلل. إذا اكتشف السرطان في الوقت المناسب يتم استئصاله واستبداله بقطعة جديدة. ماسكة القضبان هي المفصل التقليدي المستخدم لوصل سكتين. عريضة معدنية تشد بالبراغي من كل جهة من السكة. تبقي ماسكة القضبان على فجوة صغيرة بين السكك حتى تتمكن من التمدد في الجو الحار. عندما تعبر العجلات فوق هذه الفجوة فإنها تصدر تلك الطقطقة المميزة. لكن تحت ثقل العربات الضخمة تصبح تلك المفاصل رخوة وتعرض القطار للانحراف عن سكته. إن هذه الفجوة مهمة جدا لأنها تساعد على تمدد السكة عند ارتفاع درجات الحرارة، وهي متينة أكثر من المفاصل القديمة لأنها لا تضغط على أسفل العجلات. بعد فحص السكك وإصلاحها يتم التحقق من العمل آليا بآلة ضخمة تسمى آلة دك العقد. تؤدي 3 مهمات أساسية: تحرص على أن تكون العقد آمنة، والسكك المتجاورة متوازية، والسكك المتقابلة متساوية. لتثبيت العقد تقوم الآلة بعملية متنقلة ضخمة. تمسك 8 مخالب فولاذية بالسكة وترفعها 50 ملم، ثم تدك الآلة الأثقال الموازنة حول العقد لضمان عدم تغير موقعها. لاحقا يقيس الحاسوب تراصف السكك، وإن لم تكن متراصفة فهو يحسب مقدار الخطأ ويعدله. يمكن لهذه الآلة أن تتحقق من 800 متر من السكك في الساعة. هو عمل يتطلب 65 رجلا. تمنع آلة دك العقد حدوث 3 مشكلات، لكنها تخلف مشكلة واحدة. عندما ترفع السكك فهي تجعلها غير مستقرة، لذا تقوم آلة أخرى لضغطها مجددا وإعادتها إلى مكانها.
موازنة السكك الديناميكية مجهزة بزوج من البكرات من كل جهة، وهي تسير على طول السكك. تهز البكرات السكك بقوة 100 قطار، والنتيجة استقرار السكك في مكانها وثباتها. عندما تفتح السكك مجددا ستكون الرحلة مزدحمة، ولكن لا يتخللها مطبات. أسبوعا تلو آخر ينتقل فريق عمل كومار على طول الخط، يعمل أفراده معا تحت إشرافه. إنه لفخر أن أدير شيئا متعدد المهمات مثل أوركسترا تجيد العزف، إما أن تصدر صوتا وإما أن تصدر موسيقى. من مهمة الحرص على أن تعزف الموسيقى. غالبا ما يعزف العمال موسيقى جميلة، لكن ضمن جو من الخطر. في هذه المهنة يمكنك أن تخسر طرفا أو حتى أن تخسر حياتك. يكمن الخطر في العمل على الآلات الضخمة والأسلاك ذات الجهد الكهربائي المرتفع ووجود قطارات. نغمة خاطئة واحدة وتقفل الستارة. لتوفير الأمان لفريق عمل كومار، على أحدهم أن يحرص على إقفال السكك وقطع التيار عن الأسلاك. على أحدهم أن يعمل هنا بعيدا عن خط العمال الآخرين ليحرص على ضمان سلامتهم. هذه غرفة مراقبة قوة الجر، قلب النظام الكهربائي للسكة الحديدية. من هذه الغرفة ترسل الطاقة إلى كل سلك، قطار وسكة على طول الخط وتقطع للصيانة. نضع أغطية الأمان لضمان أن لا أحد عن طريق الخطأ يشغل المفاتيح الكهربائية. إن شغلها أحدهم عن طريق الخطأ فيمكن أن يخسر شخص ما حياته. فينيث كومار مهندس كهربائي يعمل لصالح السكة الحديدية المركزية. من مركز القيادة يمكنه التأكد من عدم وجود قصور في الطاقة في أي جزء من السكة وتحديد السبب. مثل قطار هارب تسبق هذه المدينة العملاقة المتضخمة سكانيا بنيتها التحتية. حاولت مومباي التخفيف من ازدحامها عن طريق زيادة عدد المقطورات، فالقطارات التي كانت تجر 9 مقطورات تجر الآن 12 مقطورة، أي بزيادة 35% من القدرة الاستيعابية. ومع ذلك لا تزال القطارات هنا الأكثر اكتظاظاً في العالم. لا أحد يرغب في السفر في هذا الازدحام من دون راحة، لكن ما العمل؟ ليس هناك خيار آخر باستثناء القطار. الازدحام بزيادة، وقريباً ستصبح مومباي أكبر المدن من حيث الكثافة السكانية في العالم. الهند بلد مليء بالسكان، ومومباي مدينة تجذبهم. تجمع مومباي بين نيويورك وهوليوود في الهند، فهي العاصمة المالية ومركز الترفيه. يتوافد الناس إليها من مختلف أنحاء جنوبي آسيا لتحقيق أحلامهم، لكن قلة منهم تدرك كم أن هذه الرحلة شاقة. طريق النجاح للمدينة كما للسكان على وشك أن تتخذ انعطافة مفاجئة. في مومباي يحدد موعد الغداء وفق الجدول الزمني للسكة الحديدية. وصل الآن أكبر ناقل متحرك للوجبات الغذائية في العالم. كل يوم تحمل القطارات 100,000 وجبة غذائية موضبة. يسلم هذه الوجبات 5,000 عامل توصيل يعرفون بالدبولة. من التحضير وحتى التوزيع أثبت هذا النظام الذي يعود إلى قرن من الزمن فعاليته. ومسمار العجلة لهذه العملية كلها هو السكة الحديدية. في الهند تملي التقاليد ما عليك تناوله ومن يحضره. في بعض الأماكن تناول الطعام خارج المنزل ليس رائجا بعد. كل يوم في ضواحي مومباي تعد آلاف الزوجات طعام الغداء لآلاف الأزواج. توضع كل وجبة في علبة صغيرة يمكن أن يعاد استعمالها وتسلم إلى الدبولة. في كل محطة قطار تفرز العلب وفق وجهتها.
للسير وفق الجدول الزمني للقطار على الدبولة أن يسرع في العمل. لا يملكون سوى 30 ثانية. ربما يكون هذا أكبر نظام توصيل في العالم قائم من دون وثائق. توزع 200,000 وجبة غداء يوميا من دون قصاصة ورق. العمل بالوثائق لا ينفع، فمعظم الدبولة أميون، إلا أن هذا النظام القائم على الألوان والأرقام والرسائل وعلى الحد الأدنى من التكنولوجيا هو الدليل القاطع. هذه هي شفرة المحطة، وهذا العدد 9 يرمز إلى الشخص الذي يقوم بالتوصيل. أما السوق فيشار إليه بحرف الميم، هكذا يشار إلى السوق، ودال 0 هو رقم المتجر الذي سيستلم علب الغداء. يعمل رامشاندرا شاتي في توصيل وجبات الغداء منذ 27 عاما. لم يخطئ في إيصال وجبة واحدة، لأنه إن فعل فسيبقى أحدهم من دون تناول الطعام. بما أن الأشخاص الذين يتناولون تلك الوجبات قادمون من أماكن مختلفة، فإن أعطيت رجلا من جنوبي الهند طعاما يعود لعائلة مسلمة فهو غير قادر على أكله ولن يفتحه حتى، لذا لا نخطئ في تسليم العلب. إنه لا يبالغ، فالمعروف أن نظام الدبولة هو الأفضل في العالم فيما يتعلق بعملية التزويد. منحت مجلة فورتس هذا النظام التصنيف الأعلى، وهو سيجما 6، ويتشاركه مع أهم الشركات مثل جنرال إلكتريك وموتورولا. سيجما 6 تعني أقل من خطأ واحد في كل مليون عملية. شيئان فقط يجعلان الدبولة يخرج عن خط سيره، أحدهما هو سلامته. إن حياتنا قائمة على القطار، إن توقف القطار يتوقف الدبوالة. العائق الثاني هو النمو. في الماضي كان يصل قطار كل 7 دقائق، أما اليوم فكل 3 دقائق ولا يزال مكتظا. يصل اليوم ضعف عدد القطارات التي كانت في الماضي، ولكن الازدحام أسوأ من أي وقت مضى. مومباي ضحية نجاحها. منذ قرون خلت كانت بومباي عبارة عن مجموعة من قرى صيد قرب ميناء كبير يقطنها عدد قليل من السكان. وبعد الاستعمار البريطاني للهند بدأت بومباي بالتوسع. في القرن 19 ومن خلال مشاريع واسعة، جمع المهندسون البريطانيون الجزر 7 حول بومباي وجعلوها واحدة. عندما أوقفت الحرب الأهلية الأمريكية تجارة القطن، ملأت بومباي الفراغ وأصبحت غنية من خلال تصدير القطن. عند افتتاح قناة السويس أصبحت بومباي أحد أكبر المرافق على بحر العرب. في القرن 20 استقلت عن بريطانيا، ومثل العديد من المستعمرات السابقة موجة من إعادة التسمية اجتاحت الهند. أعيد تسمية بومباي تيمنا بإلهة قديمة هي مومبا. اسم جديد يعني مشاكل جديدة. في السنوات 30 الماضية ازداد عدد سكان مومباي، وازدهر اقتصادها، وكبرت الطبقة الوسطى، وبرزت مشاكل المواصلات. مع ازدياد عدد الأشخاص القادرين على شراء سيارات، أصبحت الطرق أشبه بمواقف. في بعض الأماكن يصبح الازدحام كبيرا، ويصبح السير على القدمين أسرع. حاولت معظم المدن حث السائقين على استخدام القطارات، لكن مومباي عجزت عن ذلك، فالقطارات أساسا ممتلئة. تحتاج مومباي إلى أرصفة، لكنها تفتقر إلى أراض لبنائها. هل نبني طرقا في السماء أو نبنيها في البحر؟ قررنا بناءها في البحر في هذه المرحلة، لسنا جاهزين بعد لبناء طرق في السماء. أنيل لكنا موكل ببناء طريق لحل مشكلة نقطة ازدحام في حركة المرور. إن أقمنا طريقا دائريا حول مومباي في البحر، فيمكننا تخفيف الازدحام في مومباي ونقله إلى البحر. اليوم يرتفع سراب من المحيط. جسر من 8 خطوط على طول 4 كيلومترات، حلم دام 30 سنة. طريق باندراورلي البحري. معظم أجزاء الجسر ستكون مركبة بعيدة عن الموقع، ثم تجمع مثل قطع أحجية ضخمة.
سترتفع الأعمدة المبنية على عمق 30 مترا تحت سطح الماء، وفوق كل عمود ستوضع دعامة تزن 500 طن، أي يكون لدينا ما مجموعه 180 دعامة توضع كل 50 مترا. بعد ذلك يحين وقت تركيب القطع التي ستشكل بدن الطريق. ستقوس كل قطعة أيروديناميكيا لتغيير مسار مياه الأمطار الموسمية في مومباي. يصمد الجسر أمام الرياح التي تصل سرعتها إلى 125 كيلومترا في الساعة. يتحرك حصان الشغل الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وهو عبارة عن رافعة تزن 1200 طن بينما يتقدم العمل على الجسر. عند ملتقى القناتين يرتفع الجسر فوق الماء ويعلق ب424 سلكا تمتد من برجين معلقين يبلغ ارتفاعهما 138 مترا فوق المياه. يجري العمل من الجهتين وسيلتقي فريقا العمل في الوسط. عند الانتهاء من العمل سيزن الجسر 340 ألف طن. إن هذه التحفة الهندسية بنيت لتدوم طويلا. صممنا هذا الجسر ليصمد في السنوات 120 المقبلة. أدخلت ميزة طول العمر على الجسر أيضا. في ذروة العمل يصب المهندسون 150 مترا مكعبا من الإسمنت العالي الجودة في الساعة كافية لملء 25 شاحنة. إسمنت أكثر كثافة من الإسمنت العادي، يحتل حجما أصغر لكن أكثر قوة، ومعالج بثاني أكسيد السيليكون لسد الفجوات وجعله مقاوما للماء. لحماية قضبان الفولاذ من التآكل بسبب المياه المالحة يمزج الإسمنت مع فحم يدعى الرماد الطائر، وفي تدبير وقائي إضافي تغلف القضبان بمادة عازلة تمنع دخول الأكسجين وبالتالي تمنع الصدأ. هذه القطع هي الأكبر والأثقل التي سبق أن بنيت في الهند. كل قطعة تزن بين 120 و140 طنا. تمنح كل قطعة رقما ثم ترفع إلى مكانها وكأنها حبة خرز في خيط. يعمل البناؤون على كل قطعة على حدة، واحدة تلو الأخرى، من دعامة إلى أخرى، تشكل كل 17 قطعة وحدة كاملة، 15 قطعة في الوسط واثنتان عند الأطراف فوق الدعامتين. تجمع القطع معا ب28 سلكا فولاذيا سميكة. بعد أن يبتعد الجسر عن اليابسة يبدأ العمل من البحر. تنقل القطع على مراكب ثم ترفع وتثبت في مكانها. ستخفف القطع التي تتخذ شكل بطن السمك قوة الرياح 25%. ستنساب الرياح تحت القطع مثلما ينساب الهواء تحت جانحي الطائرة. هذا التدفق الانسيابي يخفف قوة الجر المزعجة ويحمي الأرضية الرفيعة من الضغط. طور هذا الشكل في ألمانيا وأجريت عليه اختبارات في نفق هوائي بريطاني. المشكلة ليست مقتصرة علي، ويمكن اقتراض الحلول بسهولة من أجزاء أخرى من العالم. لا تخجل مومباي من البحث عن النصيحة، فهي تستورد خبراء من الصين لبناء شيء لم تبني الهند شيئا مماثلا له، بناء يناسب ليس فقط تدفق السيارات بل السفن أيضا. إن المياه تحت الجسر مكتظة أيضا، لمد الأسس من شاطئ إلى آخر سيضطرون إلى إقفال القناة، لكن الحل سيكون ببناء جسر معلق على امتداد خطين بطول 950 مترا. سيعلق الجسر على دعائم والتي بدورها ستنقل الحمل إلى العواميد. معا سيشكل البدن، الدعائم والعواميد، أكثر الأشكال ثباتا وهو المثلث. عندما يفتتح الجسر سترتاح مومباي المثقلة بالازدحام. سنتمكن من خفض الضغط على السكك الحديدية، الطرق والممرات البحرية بنسبة 15 إلى 20%. تحويل السير فوق المياه سيخفف جزءا من ازدحام مومباي، وتغيير وجهة المتنقلين
سيوفر راحة أكبر. ترى الناس ينتقلون من الشمال إلى الجنوب وبالعكس. نحاول الآن إيجاد وسائل لربط الغرب بالشرق. يعيق السفر من الغرب إلى الشرق أكثر السكك الحديدية اكتظاظا في العالم. تسير قطارات مومباي من الشمال إلى الجنوب بفارق دقائق بينها. بناء طريق على طول السكك سيخلق نقطة ازدحام في حركة المرور، والحل طريق فوق السكك الحديدية. ما نبنيه هو جسر يشيد للمرة الأولى في مومباي، يربط الجزء الغربي من البلاد بالجزء الشرقي. سيكون من أكبر الممرات الممتدة من الغرب إلى الشرق. ميلاندا في موكل بالعمل على بناء طريق منافسة لجسر الربط البحري، طريق مرتفعة جدا. ستكون طريق سانتا كروز تشامبر، وستكون من أهم الطرق التي تربط شرق مومباي بغربها، وأول جسر من طبقتين في الهند. لدعم وزنه الضخم ستغرق أساساته على عمق 19 مترا في الأرض وصولا إلى طبقة صخرية. بنيته الفوقية ليست مشابهة لأي شيء بني من قبل في الهند. طبقتان من الطرق قويتان كفاية لمواجهة قوة الرياح خلال الأمطار الموسمية. إن هذه الطريقة المرتفعة مكونة في الواقع من طبقة فوق أخرى لتوزيع ضغط السير. تمتد الطبقة العلوية من الغرب إلى الشرق، والطبقة السفلية من الشمال والجنوب. تمثل الطريق المرتفعة تحولا أساسيا في طرق مومباي. الطريق مكتظة هنا، لا يوجد مكان لمد خطوط جديدة على الأرض. تمتد الطريق على طول 6 كيلومترات، لكن كيلومتران ونصف كيلومتر من الطريق ستكون مرتفعة عن الأرض. نظرا للنقص في الأرض ستبنى الطرق في البحر أو في السماء. إن هذه الطريقة المرتفعة ستنقل الهندسة في مومباي إلى آفاق جديدة. من أكبر المشاكل التي نواجهها التدفق المستمر للسير. إنها المدخل الوحيد للجسر ذي الطبقتين الذي نبنيه على بعد شارعين من هنا. هنا تعلق شاحنات الإسمنت لأربع ساعات أحياناً. لكن العائق الأكبر يبقى مشكلة مومباي كلها هو الكثافة السكانية. أكثر من 60% من السكان يعيشون في الأحياء الفقيرة في أكواخ مبنية بطريقة غير شرعية على أرض الدولة. هذا هو الخط الوسطي للطريق الجديد للجسر الذي سيرتفع قريباً. هناك نحو 4,000 شخص على خط مستقيم، معظمهم في جيوب فقيرة. هنا ستبنى قريباً طريق بعرض 45 متراً. أستطيع أن أقف فعلاً في أحد هذه الأماكن وأن أشير لك إلى حافة الطريق والتي ستكون خلفية في ذلك المنزل، حيث هناك مروحة. يجب وضع اليد على هذه الطريق حتى تتمكن مومباي من الاستمرار. طلبت منهم الدولة أن ينتقلوا إلى مكان آخر. نقل آلاف الناس بهدف التقدم أو المدينة مهددة بالتوقف. إنه خيار رهيب، لكن بالنسبة إلى كثيرين في هذه المدينة العملاقة لا يوجد خيار آخر. إن لم نبني أشياء مماثلة فسوف نتوقف مكاننا. إن السكك الحديدية هي بوضوح الخط الحيوي للمدينة، لكن جنبا إلى جنب ليس هناك خيار سوى ببناء طرق وجسور أوسع. هذا غير صحيح تماما. هناك خيار ثالث يلوح في الأفق، البناء عموديا. إنها عبارة عن قطار وحافلة تدعى سكاي باس أو حافلة السماء. لم تصل بعد إلى مومباي، لكن نموذج أولي بدأ العمل به في الولاية الهندية جوا. علاج للازدحام، فهي تسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. تتدلى كل عربة من سكك على ارتفاع 10 أمتار على عجلات بارزة، وهي التقنية نفسها التي تسير القطارات التقليدية لكن بالمقلوب. بوجود العربة في الأسفل فإن شروط الأمان أفضل. لا يمكن أن تعيق السيارات أو الحيوانات أو الناس حركة السكك.
لا يمكنك أن تفقد السيطرة ولا أن تقع ولا أن تسير ببطء. إنه نظام أكثر أماناً من نظام السكك الحديدية القائم منذ 150 عاماً. رجران بوجي صاحب اختراع الآلة المضادة للاصطدام على متن القطارات، وهو صاحب حلم سكاي باس. إنه حل محلي لمشكلة محلية. في مومباي وجود أرض غير مستغلة أمر نادر بقدر ما هو باهظ الثمن، لكن سكاي باس لا تحتاج إلى هكتار واحد من الأرض المفتوحة، يمكنها العمل في وسط طرق مومباي العامة. صمم رجرام العربات لحشود مومباي، كل باب هو بعرض 4 أمتار يسهل الدخول والخروج منه، لا داعي للتدافع والتزاحم. تتسع كل عربة إلى 150 راكبا، تستطيع العربات مجتمعة نقل العدد نفسه الذي ينقله القطار التقليدي، حتى إنها قادرة على نقل حاويات للبضائع. برأيي لا يمكن لأي مدينة أن تعيش من دون هذا النوع من الحلول. ربما، لكن السرعة لا تشتري سوى الوقت، وحتما ستمتلئ السكك والطرق. نقل الناس بسرعة أكبر ليس كافيا. على هذه المدينة العملاقة، نقل الناس إلى مكان آخر سيتطلب إنقاذ أعضاء مومباي الحيوية عملية جراحية جذرية، عملية زرع أعضاء من الأحجام الكبيرة. على طرف بحر العرب، المستقبل قيد الإنشاء، أكبر مدينة مسبقة التخطيط لها في العالم، تدعى نافي مومباي أو مومباي الجديدة. فيما مضى كانت مستنقعاً فارغاً، والآن من خلال وسائل حديثة لصرف المياه ومراقبة الفيضان تم إصلاح الأرض. الهدف هو نقل آلاف الأعمال وملايين الناس من المدينة القديمة. حتى الآن وصل عدد القاطنين هنا إلى 1,200,000 شخص، أي إلى ثلث القدرة الاستيعابية للمدينة الجديدة. لتجنب أخطاء مومباي القديمة، صممت نافي مومباي لنقل الناس بفاعلية وسهولة. بنى المهندسون المدينة من الخارج إلى الداخل، ومجدداً فإن العمود الفقري للنمو هي السكة الحديدية. هذا مدخل نافي مومباي. كل يوم يعبر 40,000 شخص المحطة المصممة لاستيعاب 300,000 شخص في ساعة الذروة وحدها. تسمح الممرات تحت الأرض بعبور المسافرين في السكك الحديدية بسهولة، وتمنع وقوع ضحايا يومية كما يحصل في مومباي. تشكل المنصات بعرض 12 مترا موضع حسد المدينة القديمة وتمنع الازدحام. صممت المحطة لتوزيع الحشود حتى يتمكن الجميع من الخروج في أقل من دقيقة. السيد أركي جا هو أحد المخططين لمدينة نافي مومباي، وهو أيضاً من أول 10 قاطنين. عندما جاء إلى هنا وجد مدينة تحت الماء. مثل مومباي الجزيرة المؤلفة من 7 جزر، فإن نافي مومباي قامت على أرض مستصلحة. التربة هنا في هذه المنطقة سيئة جداً. يقف جا على 12 متراً من الطين الذي عندما يصبح مشبعاً سيملك قوة الإسفنج، قبل أن يتمكن المهندسون من بناء طريق عليهم استخراج المياه. في المرحلة الأولى وعن طريق استخدام رافعة يمدون مئات الأنابيب المطاطية المخرمة تحت الأرض. ثم يفرشون الأرض بالتراب والرمل وطبقة سميكة من الحجارة والحصى، مثل إسفنجة معصورة تتخلى الأرض عن المياه التي تجري في الأنابيب لتصل إلى جانب الطريق. الآن أصبح بالإمكان بدء البناء. مثل مومباي، تقع معظم مساحة نافي مومباي تحت سطح البحر، وعلى عكس المدينة القديمة نادرا ما تتعرض المدينة الجديدة إلى فيضانات. على طول الشاطئ بنى المهندسون بركا عديدة تتجمع فيها مياه الأمطار والمياه المبتذلة المعالجة. تتدفق المياه من دون مضخات ولا طاقة كهربائية، بل بالقوة الطبيعية لحركة المد والجزر اليومية ونظام بوابات تفتح آليا.
مومباي من بين قلة من المدن في العالم المعرضة لموجات مادية قوية تصل إلى 4 أمتار. عندما يكون المد منخفضا والمياه أعلى من هذا المستوى تفتح المضخات. يجبر الضغط داخل البرك البوابات على أن تفتح وتعود المياه إلى البحر. عندما يكون المد مرتفعا يجبر ضغط المياه المرتفعة البوابات على الإقفال، ما يبقي البحر تحت السيطرة. انفاض البحر، تمتلئ البرك وتمنع المياه من التدفق إلى المدينة. وانفاضت البرك تكون المضخات جاهزة لإخراج ملايين اللترات في الدقيقة. وبما أن الدك والبوابات تعمل جيدا فإن استعمال المضخات نادر جدا. في نافي مومباي ترى المدينة القديمة انعكاسها في المرآة، مدينة اخترعها الهنود وليس المستعمرين، مدينة تسير بخطى سريعة نحو المستقبل وليست مدينة قديمة تكافح للبقاء. شكلت مومباي مختبرنا، وإن نجاح مومباي الجديدة سيكون الحل لمومباي. في مومباي جاء الجديد لينقذ القديم. إننا نتطلع لمنح مومباي حياة جديدة. لدينا كل شيء، إننا نملك المال الآن، لدينا الناس والمواهب، ولدينا وعد المستقبل. كان المستقبل يعد بالشلل، لكن ليس بعد الآن. اليوم تدخل مومباي في الحركة وتسبر غور ثغرة من الشك وتوسع آفاق المخيلة. دمجت لتصبح جزيرة واحدة تكتظ بالسكان وتضربها الأمطار الموسمية. في مساحة لا تزيد عن مساحة بربادوس يقطن عدد من السكان يفوق عدد سكان اليونان، ولا يزال العدد على ازدياد. للعيش في هذا البحر من الناس فإنك بحاجة إلى طرق حيوية من الإسفلت والفولاذ. تعتبر المواصلات العامة العضو الحيوي في هذه المدينة العملاقة. لا يمكن للمدينة العيش من دون حافلات وقطارات، ولكن هذا النظام الدوري يعاني من مشكلة. في عام 2020 سيصل عدد سكان مومباي إلى 28 مليون نسمة، وتصبح بالتالي أكبر مدينة في العالم. وكي لا تصاب بالشلل تحتاج مومباي إلى عملية جراحية جذرية، لكنها لمعرفة ما يجعل مدينة كبرى تعمل عليك النظر إلى ما هو تحت المظهر الخارجي واستعراض قوتها الحياتية السرية. نظام معقد وتكنولوجيا يعتمد عليها الملايين، لكن قلة يفهمونها. ستبدأ الآن رحلة مذهلة، رحلة إلى الداخل، إلى عالم المدن العملاقة. على شواطئ بحر العرب وفي منطقة من صنع الإنسان تقع جوهرة التاج الهندي، مدينة مومباي التي كانت تدعى بومباي في الماضي وتشكل أكبر مدينة في الهند. بنيت مومباي على عدد من الجزر، إن هذه العملية لن تكون سهلة. تقع المشكلة في الجغرافيا، فتسير القطارات من الشمال إلى الجنوب بين الضواحي ووسط المدينة على خطين، السكة الغربية والسكة الوسطى. كل يوم يقوم أكثر من 200 قطار ب2000 رحلة على طول 300 كيلومتر. ينقل على متنه في الكيلومتر الواحد أكثر من أي سكة حديدية في العالم. نظام مثقل جدا. للتخفيف من هذا الازدحام أطلقت مومباي أكبر ورشة عمل عامة في تاريخها. طرق مرتفعة
أول طريق من طبقتين في الهند لتحويل مسلك القطارات المكتظ في الأسفل. وجسر يعبر فوق البحر على طول 4 كيلومترات لم يبنى مثله في مومباي لتحويل الطرق المزدحمة. ومدينة عالمية جديدة تماماً، أكبر مدينة مسبقة التخطيط. سيتطلب المشروع آلاف الأيادي العاملة بتكلفة تصل إلى مليارات الدولارات، لكن هل سيصل مستقبل مومباي في الوقت المناسب لإنقاذ السكك الحديدية؟ كل يوم 88% من المسافرين يستقلون المواصلات العامة. وحدها القطارات تنقل 6 ملايين شخص، ما يوازي عدد سكان فلسطين المحتلة. في أوقات الذروة يصل قطار جديد كل 3 دقائق. صممت القطارات لتستوعب 1700 راكب، لكنها تنقل 3 أضعاف هذا العدد، لدرجة أن هذا الاكتظاظ منح السكة الحديدية اسمها الحمل المزدحم القاهر. شعرت سوريكا ياداف بهذا الاكتظاظ مباشرة، وشهدت على أولى المحاولات للحد منه. فمومباي من بين قلة من المدن في العالم تسير قطارات للنساء فقط. افتتح العمل بالخاص بالنساء عام 1992 لتسهيل تحرك النساء العاملات وإبقائهن بعيدات عن الحمل المزدحم القاهر. في عام 1999 قررت سوريكا الانتقال من الجلوس في الحجرة إلى الجلوس في غرفة المحرك. إنها أول أنثى تشغل المحركات في آسيا. بعد 10,000 رحلة تتحضر سوريكا للمباشرة بأول رحلة لها اليوم. يبدو الأمر بسيطا، لكن يداي، قدماي، عيناي وأذناي، كل حواسي يجب أن تبقى متيقظة طوال الوقت. إن توقف أحد المحركات فمن الممكن أن تقع الحوادث. وهذا ما يحصل فعلا. يموت العديد من الناس على هذه السكك يوميا. عندما تقود القطار تبقى سوريكا منشغلة تماما، يد على مقبض السرعة وأخرى على المكابح. تسمى هذه التقنية نظرا